السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم شباب بنات، ربي يحفظكم يا الغاليين. تحياتنا لكل المتابعين، ربي يحفظكم وين ما كنتم. جبنا لكم وجبة سكيت بالا اصلي، نوعيات راقي يعني اوروبي، ومنها اصلي يعني الماني امريكي بيهن. طبعا النظافة اللي جت بيهن كلش نظيفات، يعني اسم مستخدم من التايرات من الشكل من كل الامور. اخترنا لكم الانواع الراقية وجبناها لكم. السعر 35,000 للزوج. طبعا اسم مستخدمات، هاي القطعة يعني باعت العلايم بيها، تبولي على العلايم مالتها راح تشوفون العلايم بيها. هذا طبعا كل سكيت راح نشرح يعني اكثر ميزة تستفاد منه السكيت. هذا السكيت مثل ما يسموه الدرع، طبعا هو نفس الباور ذني، نفس البلاستيك ونفس الديزاين، نفس هاي الامور يعني ما يفرق. يستخدم اكثر شيء هذا سرعة وقفز، واكثر شيء قفز ليش؟ لان بي قوة مو مثل ذاك القماش هيج. وهذا يحمل وزن اكثر من 70-80 كيلو. القياس 39، واكرر السعر 35,000 جديد كلش. باع التايرات، تبولي على التايرات كلش نظيف، يعني اخذ جديد. واحنا دائما نكرر واقول تجيب نفسه، خلينا نقول هسه 35، تجيب نفسه ب20 او جوز تحصله ب15، بس تبقى النظافة. يعني اكو سكيت كلش نظيف، واكو مستخدم هواية، واكو شي تعبان. عرفتوا شنو الفكرة من هالموضوع دا اسولف بيه؟ يعني كلها مساعد. هاي القطعة طبعا كلش جديدة، قطعة كلش جديدة ونظيفة وحلوة، يتكبر ويزغر شوفوها. طبعا هذا تقدر تستخدمه يعني حتى سرعة قفز، ماكو مشكلة بيه حركات، لان جيلاتين اصلي. وقلت لكم اسم مستخدم، يكبر ويصغر هذا السكيت. من 39-42 قياسه، السعر 35، طبعا جديد كلش. وبالة، وتعرفون قوة البالة وانواعها، نظاف كلش نظاف. هذا البريك تقدر تشيله تخليه حسب خبرتك، اذا انت يعني مضبوط بالسياق كمعترف وتعرف البريك برغي وينشال. عندكم هذا النوع هم كلش جديد نظيف، جيلاتين. طبعا الجيلاتين لون اخضر، اذا تنتبهون جيلاتين لون اخضر كلش نظيف وجديد، هم سعره 35. قياسه من 40-43 يلبس، من 40-43 هاي القياسات بي. هذا تشوفوه قدامكم شي مرتب ونظيف وجيلاتين اصلي لون اخضر تايرات. وهذا التكت الثاني هنا ضافته. سكيتات كلش حلوه وروحها طويله قويه، تعرفون هاي البالة. واختار لكم ترى المميزات، انا اختار لكم مو يعني اي سكيت. عندكم هذا السكيت طبعا مميز بشغلتين، التكبير والتصغير من جوه، تحويله مالته، والسكه الستيل. سكه بيستيل كلش حلوه، يدعم هاي الحركات مال القناص، بقناص لين التاير والسكه مالته هي قدام طالعه. سعرها 35,000. اللي دا اسولف عين هاي الوجبه كلش نظيفات، النظافه فول. قياسه هذا من 41-43، ينفع قفز كلش، يعني القفز هيش نوعيات، سرعه لين با انتبه اللي على التاير شلون جيلاتين اصلي.
وهاي النوعيات كلها روحها طويلة. هذا البريك تقدر تفتحه تشيله، مو فتشي تكبر الزغر من جوا من 41 43، السعر 35 كلش نظيف. طبعا اجني 3 قطع كله جدا نفس اللون، بس النقشة تفرق هيك شكل. طبعا ذن 3 قطع محجوزات، اذا ما اخذوهن، في حالة ما اخذوهن بعيني اللي يجي عليهن يتدلل، السعر 35. هذا يجي شنو الحلو بي؟ يجي بدون قيطان. هنا شلون يصير القماش ينطي نفسه؟ وهذا طبعا الاسكيت حتى البراغة ما تفرق عن باقي الاسكيتات، يصير بيه بنطة يعني ما تتحرك ولا ينفتح، تكبير وتصغير من هاي العتلة، من هاي العتلة تكبير وتصغير. من 35 36 37 38 هاي القياسات يمكم. هاي اول قطعة، هاي النقشة هسه عرفتوها، هاي النقشة بيها كتابات. هسه هذا اول واحد، هسه راح نشوفكم الثاني نفس اللون، والثالث هم نفس اللون. ذن الثلاثة جبتهن، طبعا الاثنين اخوة وبني اختهم هي طبعا، فجبت لهم نفس النوعيات، شيء يصير حلو مرتب ومميز يصير لهم. كل نفس المواصفات، قفز، سرعة، حركات بيهن تجي، قوة، متانة، روح طويلة. يعني هذا من سنتين إلى ثلاثة يبقى، حتى الجيلاتين البيهن لا بي صوت ولا بي تكبير وتصغير من العتلة منه. هاي نشرح لكم مو بس قصة سعر ولا، نشرح لكم اللي مواصفات البي، يعني مثلا تايرات هذني طولا، هذني عمرهم طويل، السكيت كلش قوي هذا النوعية، بس من تلقاه ايش نظافة، مو تلقى لي نص عمر وتقول هذا الكابتن يبيعه ب 35، انا لقيته ب 25. باع لي عن نظافة التايرات ما مستخدمات، اسم والنظافة فول شخط ما بي. عرفتوا شنو الفرق يا ابطال؟ هذا تك الثاني، قياسات من 35 38، السعر 35. هاي النقشة، والثالث نفس النقشة الثاني. هاي القطعة الثالثة نفس النقشة هاي الثانية، هيج شي حلو ومرتب وقوي اختارهم طبعا. وخلي ببالكم يعني مو بس من الشمال اجيب، مو من خانقين، حتى من كل بغداد. يعني احنا اكو بكانات ما نذكر اسامي، يعني بيه سكيتات اكسباير، يعني تمشي التاير يتفلش، تسوي الطباقة هيك تطق، هذا اني اكسباير مال خزن. فاحنا حسب معرفتنا نختار لكم الشيء المضبوط من داخل بغداد، يعني من بغداد جديدة، من باب الشرجي، من كل مكان، بس نختار الشيء المضبوط ونجيبه لكم. وطبعا يعرفون الاسعار، احنا نحكي لكم هيك وصراحة الاسعار هي معروفة، يعني احنا نبيع ب 35، يعني من 25 وفوق نجيبن، وهاي الامور الاسعار. فدائما نختار لكم الشغلات المميزه، لان احنا صريحين وياكم، ماكو شيء يعني نضمه عليكم، عرفتوا؟ ترى باع هو 1000 2000 ترى كفايه، مو اللي تحمله 20 و25 ماكو داعي، والله هي خدمتكم، هي رياضه، لازم واحد يدعم الرياضه ويفيد هاي الابطال، وانا بخدمتكم والله. شو احصل من اسعار زينه، اسعار مناسبه، صدقوني اجيبها. بس مرات ويا الامور هاي يعني تجيب انت بسعر من غصبا عليك، مثلا هو منك يقول لك ب 25 تبي تبيع، مثلا تبيع خلينا نقول ب 30، ويا الكراوه ويا التاكسي ويا هاي الامور. انا احكي بهاي الامور طبعا، هي الامور حتى اكون صريح وياكم، لان دائما احكيها المتابعين والابطال مالتي، عائلتي احسبها عائلتي، ما احسبها كتجاره وربح وانطي شيء ويطلع غير شيء، هذا ما عندنا هذا التعامل. البنيه مثل اختنا ومثل بنتنا، والابطال مثل اخويا وابني حاسبه، فماكو شيء اضمه، ولا هن راح يخلني ذن البيع الشيء البسيط انه راح اشتري قصر مثلا. لو احنا رياضه نحبها، هذا الموضوع اللي هسه انا حكيت بيه، حتى لي يقول كابتن ليش اكو اسعار تفرق عن اسعار، صدقوني هي الاسعار كيفهم يبيعونها. من نجيب وجبه مثلا من الشمال،
واللي راح الشمال يعرف انا ايش احكي. يعني اسعارهم مو طبيعيه بس السكيتات نظيفه، اضطر اجيبهم هيج. باب الشرجي بغدادي ده بكل مكان اكو اسعار محدده، وي الكراوي وي التاكسيات وي هاي الامور، يعني باللي صرف لنا 2000 3 4 هاي كفايه، وانا خادم لكم. ايش تحتاجون اكتبوا لنا بالتعليقات، ولا تنسون الاشتراك بالقناه، تفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد. تحياتي لكم وربي يحفظكم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.